غير النائب هذا كلام. هتسمح لك مش هتسمح لك عشان تعاقب. مش هيسمع صوتنا يا المسلمين. اللي مش هيسمع لو سمحت يا استاذ عمرو. اقعد يا ابراهيم تعال هنا ابراهيم. لا اقعد يا استاذ ابراهيم اذا انتوا عايزين يا استاذ انا عايزك تسمعني برافو عليك يا سعيد. اتفضل يا معلم نقيب، عايزين نسمع. احنا بنعيش مرحلة افتعال تعالوا اقعدوا مكاني.